السوشيال ميديا الحقيقه بقى هو كل حياتنا، مفيش بيت مش في مصر بس، الحقيقه في مصر او في الوطن العربي مفيش فرد من افراد الاسره ما عندوش اكونت على السوشيال ميديا، سواء بقى فيسبوك انستغرام تويتر اي حاجه من الابلكيشنز دي. طيب الحقيقه والسوشيال ميديا هو سلاح ذو حدين، يا اما بيبقى خطر جدا يا اما بيبقى مفيد وصحي جدا. زي ما انا قلت حياتنا كلها سوشيال ميديا، وانا بسكرول كده على السوشيال ميديا لقيت بالصدفه جروب من الجروبس وصفحه لبنات، الحقيقه عنوانها العريض ايه بقى؟ ضد الانجاب. دخلت قلت اتفرج، يعني العنوان الحقيقة خضني، دخلت قلت اشوف ايه الصفحات دي واقرا ايه اللي مكتوب فيها، لقيت الحقيقة وجهات نظر مختلفة وغريبة. لقيت مثلا بنت صغيرة جدا كاتبة ايه، انا ضد الخلفة والانجاب، مش عايزة اجيب طفل واشوف اللي انا شفته، وهي بنوتة صغيرة جدا الحقيقة. انا الحقيقة استغربت جدا، فاحنا بقى قررنا هنا من خلال هو وهن ان احنا ننقل اللي احنا شفناه في السوشيال ميديا ننقله هنا علشان قدام حضراتكم في التلفزيون، ونتناقش ونسمع وجهات النظر المختلفة، وليه اللي مش عايز يخلف مش عايز يخلف، وليه اللي خلف يقولك لا انا ممكن لو يرجع بيا زمان انا ما اعملش كده. دي وجهات نظر بقى مختلفه معانا في الاستوديو. زي ما قلت لحضراتكم في الانترو احنا معانا ثلاثه من وجهات النظر المختلفه. اول وجهه نظر وهي بنوته عندها 23 سنه قالت لك انا مش عايزه اخلف، وهي فايا حمدي، صح كده منطق الاسم صح؟ فايا ده انت ليكي معايا قاعده، ده انت ليكي معايا قاعده. طيب في وجهه نظر ثانيه بقى، يعني هي سيده فاضله هي انجبت عندها ولد، بس ليها وجهة نظر تانية مختلفة بتقول لو يرجع بيا الزمن أنا ممكن أكون أفكر شوية في موضوع الإنجاب ده. ليه؟ ده اللي هنعرفه كمان من ضيفتي العزيزة الأستاذة آية عبد القادر الناشطة في حقوق في مجال حقوق المرأة. أهلا بحضرتك يا أستاذة آية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معنا بقى وجهة نظر حبيبتي بقى اللي هي القريبة من قلبي بقى، اللي هو يعني إيه الطبيعية أو اللي إحنا اللي متعودين عليها، اللي هي لأ يعني إزاي وليه الخلفة لأ. فإحنا بقى إيه داخلين النهاردة في صراع مع الأستاذة منى رمضان. أهلا بيك يا أستاذة منى. أهلا بحضرتك. أنا المفروض أبدأ بحضرتك بس يعني أكبر سنا ومقاما، لكن خليني أبدأ بفايا، معلش محتاجة أسمع ليه؟ يعني أنت يا فايا بتقولي أنا مش عايزة أخلف وأنا ضد الإنجاب وأنت لسه كمان صغيرة 23 سنة، إيه الموضوع بقى؟ بصي هو الفكرة كلها مش إن أنا أخلف بيبي عشان أنا اتجوزت فأنا طبيعي إن أنا أتجوز عشان أخلف. الجواز مش كده، يعني انا مثلا سي مثلا اتجوزت واحد بحبه وبيحبني، فاحنا مش فرض علينا ان احنا نخلف. هو انت متجوزني عشان انت بتحبني وعايزني ولا عشان عايز تخلف؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا قبل ما افكر ان انا اجيب بيبي اصلا لازم اتاكد ان انا هخلي بالي منه نفسيا، هحافظ عليه جوه البيت ورا البيت. طب انا مثلا هعرف احافظ عليك جوه البيت، هعرف احافظ عليك بره البيت ازاي؟ هعرف انت بتتعامل مع مين؟ لا لا، ما انت لو فكرتي بالكلام ده انت مش هتطلعي بره باب بيتك. لا لا انا اصل ما في، بصي 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 افهمك حاجه، انا يعني انت تقريبا انت اكبر من ابني بكام سنه. فلو فكرتي بالعقليه دي او بالمنتاليتي دي انت مش هتتحركي بره البيت. ما هو انا لو اصلا انا، طب ما انا ممكن اخرج والعربيه لا ما فيش حاجه اسمها كده، انت بيه على ربنا. يعني على مدار الكام سنه اللي فاتوا دول انت شفتي كميه الحاجات اللي حصلت؟ شفتي كميه الاطفال اللي اتخطفت؟ اللي كان طالع اشاعه الناس اللي بتتشكب دابيس، احنا كنا اصلا ماشيين عاملين كده. طالع ان انت خايفه من كلمه ماما، انت مش عايزه تسمعي كلمه ماما، ما نفسكيش. على فكره انا بحب الاطفال، انا اصلا مدرسه انجليش وكنت متطوعه. طيب في جمعيه خيريه وبدي الاطفال كلهم. يعني وانت صغيره ما كنتيش بتجيبي العروسه كده زينا كده وتقعدي تلعبي بيها؟ طبيعي يعني زي ما انا قلت في البدايه انه طبيعي الواحده اول هي سبحانك يا رب اول ما تبتدي بس كده تمشي وتبقى كده عندها تتكلم. موضوع العروسه ده مش فطره، انت مثلا لا هو عادي. طبعا انا شفت واحده معاها عروسه فانا عايزه عروسه. طب خلاص يعني انت مش عايزه، انا عايزه ابقى ماما. يعني انت مش عايزه تبقي ماما اصلا. انت رافضه اساسا. انا هرجع لك ثاني اللي هي معاكي باع طويل. طيب ايه بقى وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ زي ما انا قلت انت عندك ولد. عندي بس احكي لي انت يمكن وجهه نظرك مختلفه. لا شويه. لا انا مش مع فايا، لان انا يعني انا متهيألي ان هي دي عشان عندها فيدباك او هيستوري مش باد هيستوري، فهي متاثره بيه جدا فواخده قرار. بس انا اعتقد ان هي بعد 5 سنين لو كلمناها ممكن لسه صغيره. تفكيرك هيتغير. التفكير بيتغير كل سنتين ثلاثه، ال 20 غير ال 30. انا اتجوزت وانا صغيره وخلفت بسرعه جدا والتجربه ما يعني ربنا ما كتبلهاش النجاح.
فانا لو رجع بيا الزمن لا انا هاخد وقت عشان اخلف. يعني انت مع الانجاب بس الانجاب متاخر شويه يعني ناخد وقتنا شويه. ناخد وقتنا نعاشر بعض لان طبعا الحياه قبل الجواز حاجه في الخطوبه لا ده حماده قبل الجواز بقى بص بقى بعد الجواز حماده تاني خالص بقى خالص يعني حتى لو ايفن انتوا اتخطبتوا على فكره للست وللراجل يعني مش للراجل بس للاثنين لا للاثنين بيتفاجئوا يعني احنا خلاص بقينا مع بعض حياه ثانيه مسؤوليات ثانيه فوارد جدا ما نكملش فالاطفال انا يعني انا شفت هم اللي بيتظلموا قصدك يعني ابني هو اللي اتظلم يعني صح. انا اتضايقت زعلت بس انا في يعني خلاص هو مثلا الراجل او الست ممكن يبقى عندهم فرصه ثانيه لكن الولد احنا جبناه في بيئه لا في حاجه غلط بيتاثر نفسيا جدا بس ده سوء اختيار من الاول بالظبط بصي هقول لك حاجه هو سوء هو نصيب طبعا الاول والاخر بس لكن بنتغاضى عن حاجات في الخطوبه ممكن اقول يتصلح بس الطباع ما بتتغير لا هو مفيش طبع الطبع بيغلب التطبع لازم ندي فرصه او وقت ان احنا في الخطوبه نتخانق لان الخناقه بتطلع البني ادم اللي قدامه ده شكله ايه صح فانت اتغاضيتي عن حاجات بس اكيد بس هقول لحضرتك يا مدام منى يعني يمكن حضرتك طبعا مش كبيره قوي بس مثلا في فرقه مثلا سن 10 سنين الفتره اللي فاتت كميه الطلاق كميه الناس بتطلع على اي سبب يعني الناس دلوقتي ما بقتش مستحمله محدش مستحمل طيب خليني اروح لاستاذه منى ومحتاجه اسمع رايك حضرتك برضو زي ما يعني ما قلنا ان حضرتك يعني سيده عندك 4 اولاد ربنا يحميهم ويخليهم لك يا رب وبقالك كذا سنه متجوزه دي تعتبر زي بنتك 23 سنة ما شاء الله طيب فايا زي بنت حضرتك انت رايك ايه لو انت بنتك يعني تعالي نتخيل كده ان فايا دي بنتك وبنتك جايه في البيت بتقول لك ماما انا ضد ولقيتها بتكتب بقى على السوشيال ميديا وانا ضد الانجاب وانا مش هخلف وانا هي خايفه ردك عليها ايه تجربه انت خايفه تخطي تجربه تمام انت لما بتبداي مشروع او ايا كان حاجه في حياتك بتبقى ليها خطوات انا اول خطوه ان انا اتخطبت فانا لازم ادرس الشخص اللي معايا ده كويس قوي هينفع يكون اب لابني ولا لا صح احنا ما بنفكرش كده واحنا صغيرين او هم يعني الحب في الخطوبه غير بعد الجواز يا جماعه صح الخطوبه حاجه